حدث آخر أيضا في نهاية السبعينات، حادثة جهيمان. بدأ إقبال عليهم من شباب المملكة العربية السعودية من كل أنحاء المملكة، انتشار يعني مثل النار بالهشيم. مستانسين احنا أمانة، مستانسين. تقرر أني أنا ومعي 2 أو 3 من الربع نروح. قال أنا كلمت الأخ جهيمان وكذا ورحها، وقال العشاهم اليوم عندنا، صلينا العشاء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورحنا الحرة. واستقبلنا جهيمان. أنت هذا أول لقاء بينك وبين جهيمان؟ لقاء بيني وبين جهيمان.